وصل صوتك. أصوات أبناء هذه الحركة التي لم تستوحش يوماً طريقها نحو العدل لقلة سالكيه، وحملت لواء الحرية في وجه القمع والطغيان لتعبر عن طموحات جزء هام من التونسيين في المشاركة في الحياة السياسية والاحتكام إلى الإرادة الشعبية وقوانين الديمقراطية التي لا تستثني أحدا. وطيلة مسيرتها ورغم سنوات الاضطهاد حافظت الحركة على فكرها وسطيا بعيدا عن الغلو والتطرف، وحافظت على منهجها سلميا بعيدا عن العنف والإكراه، وطورت علاقات التعاون مع سائر القوى الوطنية على أساس أرضية مشتركة فكرية أسهمت في عزل السلطة والتمهيد للثورة والحكم الديمقراطي. كل حال التوصيات تصدر عنهم، تصدر عن التمرد، تصدر عن مصادر النهضة. أنا لم أطلع بعد على هذه التوصيات، ولكن يتوقع أن تكون من جنس الكلمات، مضمونها الكلمات التي ألقيت في الافتتاح والتي تتعلق بتأكيد أننا نزال في مرحلة الثورة، ونحتاج إلى نعتبر أنفسنا على طريق تحقيق أهداف الثورة. ومن أهداف هذه الثورة الوعي والعلم، تطوير التعليم. هم يتحدثون اليوم كما تتحدث وزارة التربية والتعليم، تتحدث عن إصلاح التعليم، أن بلادنا تحتاج إلى تطوير هذه الرافعة الأساسية للتنمية ولتحقيق أهداف الثورة في التشغيل وتحقيق أهداف الثورة في الحرية. نحتاج إلى جامعة متطورة، وليس وجامعتنا تشكو ألوانا من الضعف ومن الوهن اليوم، بما يجعل هدفا من أهداف هذا المؤتمر التركيز على هذا المطلب، إلى جانب تأكيد أن هذا الفصيل الطلابي مندرج ضمن السياسات العامة للبلاد، سياسة التوافق والمشاركة بين النهضة وبين الأطراف السياسية الأخرى، بحيث هذه الكلمات الافتتاحية أكدت على خيار المشاركة وخيار التوافق، على أنه ليس خيار تمليه نخبة الحركة فوق
وإنما هو خيار أيضا ينطلق من قاعدتها الطلابية والشبابية. في الجانب السياسي بما توصي أبناء حركة النهضة؟ أوصيهم بمزيد من طلب العلم، مهمتهم الأساسية وهي العلم، وأن يكون هذا العلم منخرطا ضمن رؤية سياسية للبلاد، ضمن خدمة الثورة، ضمن تأكيد مبدأ الحرية، لأنه الجامعة ينبغي أن تكون مطبخ صورة لما نريد أن تكون عليه البلاد. والفصائل الطلابية حتى الآن نمط العلاقات بينها ليس مرضيا، وهذا عبر تاريخ الجامعة كانت فيه حريات في الجامعة، ولكن كثيرا ما هذه الحريات خالطتها ألوان من العنف. أنا أوصي الطلبة بتجسيد الديمقراطية في الجامعة وتجسيد التعددية ورفض أي استفزاز يقود إلى ممارسة العنف أو الإقصاء، لأنه خيارنا هو أن تونس الجميع، وأن الفصائل الطلابية عبر تاريخنا كانت هي التي صنعت شعار الحرية، نريد الحرية في الجامعة للجميع وفي البلاد كذلك. فمطلوب اليوم وقد انتصر شعار الحرية أن نجسده في الجامعة، وأن نبتعد عن كل شكل من أشكال الاستفزاز التي تقود إلى العنف وإلى الإقصاء.